جوالنا القصير بين الصحف العربية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة القبس الكويتية ودراسة الأبناء يطيلون أعمار آبائهم. جاء في تفاصيل الخبر، أفاد دراسة سويدية حديثة بأن إنجاب الأطفال بحد أدنى طفل واحد على الأقل يطيل العمر الافتراضي للزوج والزوجة على حد سواء. وعن تفسير ذلك طرحت الدراسة فرضيات عدة، أبرزها الدعم المقدم من الأولاد لأهلهم في شيخوختهم والابتعاد عن أنماط السلوك غير الصحية عند إنجاب الأطفال. صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها قبلة الموت للقضاء على السرطان. ابتكر باحثون طريقة لقتل البروتينات السرطانية المستعصية على العلاج باستخدام تقنية تدعى قبلة الموت، والمعروف أن العديد من الأمراض السرطانية تأتي عن طريق بروتينات توصف بالعنيدة، لكن تمكن الباحثون من إجبار بعض الجزيئات على الارتباط بهذه البروتينات مما أتاح لهم تدميرها بنجاح. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا، ومنها نختم هذه الجولة القصيرة، وأسباب ظهور الخطوط البيضاء في الجسم وطرق التعامل معها. قال موقع Only My Health أن سبب علامات التمدد، وهي الخطوط البيضاء التي تنتشر في أماكن الجسم على شكل خطوط ذات لون أفتح قليلا من لون البشرة، هو زيادة الوزن أو الحمل أو المسار الطبيعي لتطور الجسم بالزيادة أو النقصان.